ما احلى الخبريه يا خال، الله وكيلك ردت لي الروح. اي والله الله يرد لنا يا سالم غاني مجال حبيب المصطفى يا رب. خالي مو خالي بدي افتح معك سيري. تفضل. انا عجزت من نسوان التنتين والحرمه ما بتقهرى وبتطققها الا اذا بتجيب لها طره. شو هالحكي خالي؟ شو هالحكي؟ لا ازعل منك ها؟ انت متجوز تنتين وهذا الكلام اللي عم تقوله ما بيزبط منه. وحياتك بيزبط يا خال، وانا بعرف دواهم لهدول التنتين، وبيقول لك المثل الرطل بده رطلين، والباروده بدها مدفع. لك شو رطل ورطلين ومدفع؟ شو انت رايح على الحرب؟ الموضوع بالمختصر مفيد خالي، بتجيب هالتنتين بتحطهم وبتفهمهم بصراحه، وساعتها رح تمشي امور بيتها مثل ما بدك واحسن. والله يا الحكي ما بيزبط يا خالي، لانه اللي ما داق المغرايه ما بيعرف شو الحكايه. اللي ما داق المغرايه؟ روح عنها روح عنها، لسه بجيبك يمين بجيبني شمال، داخلي منك حضرة. خالي 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 صحيح صرت قلة، هلا بعد ساعتين راح مر لعندك انا والشيخ عبد العليم، نروح لبيت ابو النار ونطلب البنت. ايه شيخ دعوا المي وهي مي. رحلوا لك يا محميد.